صباح النور، حبيت أن نشارك معكم التلخيص والفحوى متاع اللقاءات اللي عملناه من الجمعة الماضية مع السيد الوزراء. مشكورين جدا اللي خصصوا لنا الوقت نتاعهم، برغم اللي الأسبوع الماضي كان ياسر مشغول بالنسبة ليهم، سواء في المحادثات مع النقابات وإلا مع الاجتماعات في المجلس الوزاري مع السيد الرئيس. به، شنو مقترح الرائد الرقمي اللي عنده ومدة من شهر جوان تقريبا اللي دقينا بين رئاسة الحكومة عن طريق أحد الهيئات نتاعها، واللي قاعدين نحبوا ماذا بينا يتفعل في أقرب وقت ممكن. احنا في المقترح الرائد الرقمي قدمنا كما نقولوا توجهين، توجه سميناه كويك وين، يعني ماذا بينا حل فعال يكون سريع، هذاك اسمه كويك وين. كي نقولوا سريع ماذا نحكي على بضعة أسابيع إلى شهرين ثلاثة، ما نطولوش أكثر. وقدمنا أيضا بروجكت، مشروع، والمشروع هذايا متاع عام اثنين ثلاثة، لأنه المشروع هذايا تو بعدك نفسروه يلزموا برشا خدمة باش تصير هيكلة ولا تصير كما نقولوا احنا تحيين للبرامج الدراسية في مختلف الشعاب، سواء تكوين مهني سواء تعليم عالي إلى غير ذلك، باش ندخلوا عقلية الاقتصاد الرقمي. لأنه أي واحد يكمل قرايته ولا حتى ما كملش قرايته ما قراش أصلا، في عوض يقعد يعني ضحية للبطالة أو يقعد يبحث عن شغل من مكان إلى مكان، نحب نرسخه فيه عن طريق برامج تعد وزارة التشغيل أو تعد وزارة التعليم أو التعليم العالي، باش نبينوا لهم راهو مادام ثم إنترنت يعني ثم فرص وينجموا يشتغلوا مهما كان شنو المجال، لأنه في أي مجال كان ديما ثم فرص باستعمال الاقتصاد الرقمي أو كل ما هو مرتبط بالإنترنت، هكا واش معناتها الاقتصاد الرقمي. هذا بالنسبة للمشروع. بالنسبة للكويك وين، هذه الحاجة اللي نخطو قاعدين نتبعوا فيها ونحاولوا نوصلوا إلى حل وإلى نتيجة في اقرب وقت ممكن، هو انه ثم بلاتفورمز كبار في العالم تاع تشغيل معروفين في العالم هذايا، وثم برشا نشاطات يعملوا فيهم التوانسة بالانترنت، سواء عن طريق البلاتفورمز هذوما كيما الاب وورك كيما الفايفر كيما الفايف يورو الفريلانسر الجورو خمسات مستقل بيبل بير اور لينكدين ريموت جوبز برشا 99 ديزاينز برشا بلاتفورمز الحقيقة ما نحبش نسمي بعض وننسى البعض. وثم نشاطات يشتغلوا عليهم قاعدين التوانسة كيما الدروب شيبينج كيما الميرشنت باي امازون كيما برشا نشاطات اخرى، لكن ما عندهمش التوانسة هذوما الامكانية انهم يدخلوا الفلوس بصفة قانونية لتونس بسهولة، ايضا بصفة قانونية وبسهولة، و طبعا ما ينجموش بعد كي يخرجوا الفلوس هذه باش يستعملوها فيما يريدون وما يشاءون. فاحنا قلنا كي اجتمعنا مع السيد الوزراء كان الفكره هو احنا ما احناش باش نجيبوا حد شيء جديد، يعني دولتنا حكيت من عامين تقريبا او ثلاث سنين التالي حكيت على المبادر الذاتي هذايا في 2020، هذايا القانون المبادر الذاتي اللي يسمح لاي واحد انه يكون احنا نقولوا باتيندا، فهمت، على طول ما متجاوزش المدخول نتاعو سنويا 75,000 دينار يكون عنده اعفاءات ضريبية، وهذا يشمل جميع المجالات. فقلنا احنا قبل الفكرة في الاصل كانت هالمبادرة الذاتية هذه علاش ما نفعلوهاش ونربطوها بالبطاقة التكنولوجية، هذه البطاقة البنكية التكنولوجية اللي يتم اعطائها، وهكي كان نسهلوا الفئة هذه الرقميين هذوما المبادرين الرقميين، نسهلوا لهم الفئة هذوما انهم يتحصلوا على هالمبادرة الذاتية هذية الرقمي، خلينا نسميوها المبادرة الرقمي باختصار، والبطاقة التكنولوجية هذية البنكية يولي ممكن استعمالها وربطها بمواقع التشغيل هذوما اللي سميناهم او بالنشاطات هذية الرقمية بصفة عامة، وايضا حتى ربطها ببعض يعني مواقع الدراسه والمواقع نتاع الشهاده العالميه، لانه برشا عباد حتى ياخذ شهاده عالميه لكن ما يجموش يشريهم، لانه الحد الاقصى في الكرطه 1000 دينار اذا كان ما عندكش شركه، فهمت، ما يكفيش، لانه ساعات ثم شهادها مثلا كيما شهاده البي ام بي اللي يقريوها سوم الامتحان 555 دولار او ما يعادل 1800 دينار،
فلهنا ما تكفيش البطاقة البنكية اللي فيها 1000 دينار باش يشريوا الفوتشر نتاع الامتحان هذايا، فيتعداو بمركز تكوين وساعات يكون السوم أغلى لأنه على كل باهي. فلهنا الاقتراح كان في نقطتين. النقطة الأولى في نحكي ديما على الكويك وين، هذايا الحل السريع اللي حاجتنا به، حل الكارتة هذيا البطاقة البنكية التكنولوجية، خليها تخدم على هالمواقع هذوما نتاع حنا نسميهم مواقع الفريلانس أو مواقع الديجيتال وورك، باهي خلي المبادر الرقمي هذايا ينجم يستعمل البطاقة هذه البنكية على هالمواقع هذه، لأنه أحيانا المواقع هذه تطلب منه أنه يحط بعض الفلوس باش يضمن اللي موش سبام ولا موش واحد جاي يقلق في الكلاينتس وغيره، يحط فلوس ساعات 10 دولارات ساعات 5 دولار كل موقع يسميهم، فهمت كي ديبوزيت به ويكي يكمل الخدمة نتاعو مع الحريف أو كي يشتغل يجم يستقبل عليها فلوس، والفلوس هذيك كي يستقبلها تقعدوا بالعملة الصعبة نتاعو، إذا استقبل الفلوس بالأورو أو بالدولار الأمريكي أو بالدولار الكندي أو بالريال واحد من الريالات الخليجية أو 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 تقعد له بالعملة هذيك اللي استقبل عليها، هو حر بعد يتصرف فيها الفلوس. أنا دخلت 500 ريال من حريف في الخليج، نحب يقعدوني في البطاقة البنكية 500 ريال ما يتحولوليش الدينار أولا، يقعدوا لي بالريال باش من بعد أنا إذا نحب نعاود نستعملها من خارجها أنا حر. إذا دخلت أنا 100 أورو من حريف يقعدوني 100 أورو، كان جبتهم في تونس جبتهم واستعملتهم بالدينار التونسي وقتها يتحولوا للدينار التونسي في الـ ATM في الـ شو اسمه هذاك في البنكة اللي جبت منها من الموزع، فهمت؟ ولا يقعدوا لي 100 أورو نتاعي كي أنا نحب نشري حاجة من برا عندي الحق نشريها، فهمت؟ هذه فلوس ولا هذه فلوس ما كناش بها احنا في تونس. فما عشرات الاف التوانسة اللي يشتغلوا على مواقع الفريلانس هذه او يشتغلوا في النشاطات الرقمية هذه في الدروب شيبينغ ولا في المرشندايزينغ ولا 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 ولا، فهمتوا؟ لكن بطرق ما هيش قانونية احنا نقولوا في الخفاء يخدموا، يعني ثم طرق اخرى يستعملوا فيها معروفة الطرق الاخرى مهم نذكرها، فهمتوا؟ فقلنا احنا علاش يقعدوا يشتغلوا هكا في الخفاء، اعطيهم وضعيه قانونيه سميها انت المبادر الرقمي، فهمت؟ اعطيهم هكا اعفاء من الضرائب كما انتم حبيتوا تعملوا في الاول مع المبادر الذاتي للتشجيع هكا الى حد سقف معين، حلوا البطاقه البنكيه التكنولوجيه خليها تخدم على هالمواقع هذه، فهمت؟ وخلي له فلوسه بالعمله الصعبه يدخلها كيف ما يحب يخرجها كيف ما يحب، لانه ما ثماش لنا حتى شبهات في الموقع هذه. احنا تفاهمنا مع السيد الوزير التكنولوجيا الحقيقه مشكور جدا، قال لي مده بالمواقع هذه واحنا تو نزوا الاجتماع المقبل مع البنك المركزي ونقولوا له شوف هذه المواقع هذه راهي مثبته، يعني لا فيها لا تبييض اموال لا فيها امور غير قانونيه لا حد شيء، حط البطاقه التكنولوجيه تجرب تشتغل عليها، احنا كوزاره التكنولوجيا نجم نفعلوها البطاقه التكنولوجيه باش تشتغل عليها، وانت كبنك مركزي اعطي اعفاء للبطاقه التكنولوجيه على المواقع هذه من قانون الصرف، يعني كي دخل الفلوس تقعدوا بالعمله الصعبه ويخرجها كيف ما يحب، هذاك حقه، حق الفريلانسر ولا حق الرائد الرقمي حق، فهمت؟ فهذايا الكويك وين اللي حكينا عليه، وحكي لي لما شنو الاهداف كيفاش راهي بالحق تنجم تغير عقليه بلاد، واللي الانسان في عوض يقع في القهوه يشكو من البطاله ينجم يقول اه والله سمعنا ثم حاجه كي من هكايا في الرياده الرقميه خلينا نمشي نجرب، علاش لا انا قاعد خلينا نجرب نعمل انا شو اسمه كونتنت كرييشن، يصنع فيديوهات يبيعها على اليوتيوب يعرف اموره قانونيه ينجم يدخل فلوس، ولا على منصات اخرى، ولا كانه موهوب بحاجه ينجم يحولها لنشاط رقمي، هذا الكل ينجم يخلق اكثر شغل، ينجم يخلي لعبة تتنفس بحريه، ما عندنا ما نخسره في تونس، لا ثم حد شيء نخسروه، بالعكس ثم كله ايجابيات، نجم ندخلوا عمله صعبه للبلاد، نقصوا من التهرب الضريبي، فهمتوا؟ ما شاء الله على المواقع هذه التشغيل العالميه انواع الشغل لا نهايه، اش تحب تخدم؟ اللي تحب تخدم شو تخدم اونلاين، فهمت؟ تحب تخدم تكنيكال رايتر، تحب تخدم فيرتشوال اسيستنت، تحب تخدم في كول سنتر اونلاين، تحب تخدم ترينر، تحب تخدم اي تي جوبز، تحب تخدم في الديزاين، تحب تخدم في الكونتنت كرييشن، في البروجكت مانجمنت، تحب تخدم على اساس على شركه، تحبش تخدم على اساس على شركه على عن بعد، شركه مثلا نعطيك مثال شركه في استراليا تحب على اساس عن بعد، تنجم تخدم على اساس عن بعد مع شركه في استراليا، تنجم تخدم بيبي سيتر مع عائله إنجليزية عن بعد، تقعد تفيق تتفرج على صغار تغزر صغارهم وراقدين صار كده ولا كده، تز التليفون تطلب، معناتها راهو الحقيقة
اذا كان سيبنا هذايا المجال نتاع الديجيتال وورك بصفه عامه، اللي هو بصفه عامه ريموت وورك، فهمت؟ راك مش تحل اندلس اوبورتونيتيز، والتوانسه ماهماش ناقصين ذكاء ما شاء الله. بركه اعطيه وضعيه قانونيه محميه، واعطيه حاجه تجذب وتك ترغب، وتقول له راك تدخل فلوس تقعد ثم حقك وملكك وخرجها كيف ما تحب، فهمت؟ الحقيقه انا لقيتها فعلا كبير مع خاصه مع السيد الوزراء تاع التشغيل. الحقيقه اللي حكيت له هو على النوع الاخر الاقتراح الثاني اللي هو مشروع نتاع عامين ثلاثه قدام، فهمت؟ يعني مشروع يبدا توا ويستمر سنوات، لازم ندخلوا في المدارس نتاعنا وفي مراكز التكوين ومراكز التعليم وفي الجامعات وغيرها الفكر هذا، الفكر نتاع الديجيتال وورك لازم ندخلوه مهما كان، في الفلاحه، في الصناعه، في الطب، في الخدمات، في اللي تحب عليه، في القانون، في كل شيء، كل شيء. لان نشوف احنا في اوروبا وفي اسيا وفي امريكا كيفاش وقت اللي جات الكورونا وتسكر كل شيء ما وقفوش اقتصادهم الرقمي، هز تقريبا 30 الى 40% من مجمل من الاقتصاد كامل. احنا حقنا في تونس عندنا وزاره اسمها وزاره الاقتصاد الرقمي وحدها. انا سالت السيد الوزير التكنولوجيا وين الاقتصاد الرقمي في الوزارات، قال لي والله تعرف يا احمد وزعوه على برشا وزارات. ما تنجمش اقتصاد رقمي توزعه على برشا وزارات، اقتصاد رقمي يلزم وزاره وحدها. البنك الدولي يقول لك في 2020 الاقتصاد الرقمي يمثل 15.5% من الناتج القومي الخام تاع الدول بمعدل، يعني بالمعدل 15.5%. يعني لو دوله على 7 وزارات كهو يلزم وزاره منهم تكون وزاره الاقتصاد الرقمي، لان وحدها هز 15.5%، فهمت؟ واحنا عندنا 24 وزاره في تونس ولا وزاره فيهم وزاره الاقتصاد الرقمي. وزاره الاقتصاد الرقمي ما هيش رقمنه الاداره، لا، رقمنه الاداره هي وزاره التكنولوجيا. وزارة الاقتصاد الرقمي هي يعني تلقى حلول اقتصادية، كيفاش ندخلوا فلوس للبلاد، كيفاش نشغلوا عباد، كيفاش نخلقوا الثورة عن طريق الاقتصاد الرقمي أو عن طريق الرقمنة أو عن طريق النشاطات الرقمية. بلغة أخرى كيفاش الانترنت ندخلوا منها فلوس، فهمت؟ أنا حقيقة مندهش من 24 وزارة ما عندناش وزارة اقتصاد رقمي، و24 وزارة ماناش قاعدين نشوف في نشاطات رقمية كبيرة الحقيقة، خلاف بعض المبادرات اللي تصير منا ومنا كيما ديجيتال سامت، كيما بعض هكا بعض المبادرات المحتشمة والمريناش بيك يعني نتائج كبرى نقديهاش. كيفاش نحب تونس تتطور بعد 2020، يعني بعد الكورونا كيفاش نحب تونس تتطور ومازلنا ماشيين بنفس العقلية متاع تونس 2010 وتونس 2000 وتونس 1990 وتونس 1980، نفس الوزارات ديما هاكم هما الوزارات متاع العادة، الوزارات متاع العادة. ما دخلناش الاقتصاد الرقمي وقتلة التونسي بمعدل يعدي من 4 إلى 10 ساعات يومين عايش في الانترنت، هيك العيشة متاعه في الانترنت التونسي، سواء تلميذ، سواء طالب، سواء بطال، سواء يشتغل، سواء موظف، سواء عامل، سواء اللي هو، علاش هيك 4 إلى 10 ساعات بمعدل؟ فمش كل عندي 24 ساعة الحقيقة، علاش هذيك الساعات ما نحولهمش إلى فلوس؟ علاش ما ندخلوش في ثقافة التونسي حولهم إلى فلوس؟ مهما كان شنو نشاطك، فهمت؟ الخطوات المقبلة مش نبعثوا إن شاء الله شخصيا، مش بعث هذا الأسبوع القائمة متاع المواقع على التشغيل هذه، وكما حكينا في المنشور متاعنا مواقع التشغيل والنشاطات الرقمية اللي نحبوا يكون عندهم كما نقولوا يعني صفة قانونية وينجموا الرائد الرقمي يشتغل باستعمال البطاقة البنكية التكنولوجية بحرية. فمش بعثوا هذه المواقع اللي نحبوا نحلوهم. احنا امنيتنا كي جانا الانترنت نتاعنا محلوله والاقتصاد نتاعنا محلول، احنا علاش برشا مؤسسات ماليه عالميه ولعل اشهرها من باي بال رافض انه يكون في تونس؟ يقول لك المناخ الاقتصادي مسكر ما تنجمش. احنا باي بال لازم يكون عندك بطاقه بنكيه كي تلصقها في الحساب نتاعك على باي بال، تنجم تجبد فلوس، دخل فلوس، تستقبل فلوس، خرج فلوس، طبعا تقريبا بحريه كما تحب. علاش نقول تقريبا؟ لانه باي بال احيانا يراقب يقول لك هذا المصدر الاموال مشبوه به حتى نثبت شكون الشخص وشكون الدوله نتاعو والبنك نتاعو اللي باع فيه. انا بصفه عامه حريه. فاحنا كما نقولوا، شوف انا مره كتبت منشور قلت سفينه تايتانيك كيف ضربت وعرفوها مش تغرق،
والله يبعدنا ان شاء الله على الغرق. اما كي يعرفوها مش تغرق، اللي هذا ولا نفسي نفسي، اللي هذا مع على وتب وتب الاوامر نتاع العملاء على السفينه، لكن كيف لقاو انه الاوامر هذه مش باش تنجي الناس الكل، اللي هذا ولا يبحث على طوق نجاة. انا بالنسبه لي العبد لله الاقتصاد الرقمي هو طوق نجاة للجميع. يعني اذا بلادنا ما هيش قادره تشغل الناس الكل او توفر المناخ الاقتصادي حاليا، نحكي حاليا اللي يقدر يشغل الناس الكل لاسباب بعدين نعرفوها، يعني قانون الاستثمار والصعوبات والمناخ بصفه عامه من غير ما ندخل في تفاصيل. سيب الاقتصاد الرقمي، سيب الاقتصاد الرقمي، سيب الاقتصاد الرقمي، سيبه سيبه سيبه. وتحبوا كي تسيبه ما يفلتش بيديك، اعمل وزاره الاقتصاد الرقمي، اعمل وزاره للاقتصاد الرقمي، توت هيكلك دوله كامله، تو في عامين ثلاثه تشوفوا النتائج. فقط سيب الاقتصاد الرقمي، خلي الشعب يتنفس. ما ثماش تبييض اموال جمله. انا شخصيا عشت في عديد الدول الاوروبيه، نتعاملوا مع العالم كامل، ندخلوا فلوس، نخرجوا فلوس، نعملوا تحويلات كذا، امورنا مريقله. لنهار جاتني انا الدوله، الحكومه السويسريه او الحكومه التشيكيه او الحكومه النمساويه، هذم اكثر دول عشت فيهم، قالوا لي انت تهرب في الاموال وانت تبيض في الاموال، حتى شيء ما دامني اموري كلها قانونيه. كي خرج فلوس عندي فاتوره، كي ندخل فلوس عندي فاتوره، فهمت؟ وما نتعاملش مع في نشاطات مشبوهه، مانيش قاعد نشري في مخدرات او نشري في سلاح او نتاجر لا قدر الله باشياء ممنوعه ابدا. نشاطاتنا اقتصاديه، عندنا فواتير، عندنا امورنا قانونيه، كل شيء يتعدى في القانوني. بالعكس الواحد يقعد مطمئن، يرقد مطمئن. انت كناشط رقمي تقعد مطمئن، يعني تقول انا علاش نخدم الموقع هذا وندخل فلوسي بالسكته ونخاف الدوله تشلق بيا ويفكوا لي الكارتا نتاع هذاك البايونير ولا سترايك والوايز، ويسكرهم لي يفكرهم لي في البوسطه ولا في الديوانه ولا يعيطوا لي، علاش؟ فهمتوا؟ فلهنا قاعدين نتبعوا في الموضوع، نستناو ان شاء الله من السيد الوزير في اللقاء المقبل مع البنك المركزي نتاعو، السيد وزير التكنولوجيا وعدني، وان شاء الله مش نحكي نعاود نحكي ان شاء الله اوف لاين مع السيد الوزراء ايضا باش نذكرهم انه رانا ياسر مازلنا متحمسين على الموضوع برشا. السيد ان شاء الله وزير التكنولوجيا وان شاء الله وزير التشغيل يدعموا زاده في الاجتماع الوزاري المقبل، ماشي يحكيوا، وعدنا السيد وزير التكنولوجيا باش يحكي مع السيد محافظ البنك المركزي، فهمت؟ انا بالنسبه لي نستناو ان شاء الله الفيدباك من عند السيد الوزير من اللقاء الدولي المقبل نتاع الوزراء مع محافظ البنك المركزي، وان شاء الله نقولوا خير، وان شاء الله نقولوا خير مستعجل لانه الوقت ما يسمحش اننا نستناو، فهمت؟ واحنا نتبعوا في الموضوع، واذا كان ثم حوايج اخرى لازم نعملوهم تو نعملوهم. وراو على فكره حاب نقول حاجه، قد ما نكونوا لحمه ومجتمعين في النقاط هذه مع بعضنا قد ما يكون به، يعني هو صارت عديد المحاولات من جهه او جهه او جهه او من جهتنا او من جهتنا او من جهتنا، لكن كيف تكون مبادره ممضين عليها الاف الاشخاص اللي مهتمين بالمجال الاقتصاد الرقمي بصفه عامه، فهمت؟ وتكون عريضه او تكون يعني نعملوا ايداع لدى البنك المركزي لمقابل السيد المحافظ، وكان ثم يعني عريضه ولا ورقه ممضاه من مئات او الاف الاشخاص اللي طالبوا بفتح هذا الاقتصاد الرقمي، خاصه الاقتصاد الرقمي بصفه عامه، وكيكون يعني تحرك الناس كل بعضنا نحكيوا في النقاط في المجال هذايا وفي النقاط هذيا، تو تشوفوا بشويه بشويه اليوم نحصلوا هذوما هذه النقطه نتاع حل البطاقه البنكيه التكنولوجيه على الموقع هذيا. المره الجايه نطالبوا انه حل اكثر، خلي ثم فرص اخرى. المره اللي من بعدها نولي نقول لا نحبوا برامج احنا في الاقتصاد الرقمي اللي تدخل في المدارس، انا اللي من بعدها تولي هاي نخلقوا احنا وزاره الاقتصاد الرقمي، اللي هالوزاره هذه وحدت نجم تنزل 15.5% من الناتج القومي الخام نتاعنا حسب ما قال البنك الدولي، وهكا نولي نمشيو في ثنيه صحيحه، فهمت؟ يعني شوفوا احنا في 2022 الشيء هذا حقه صار من 2011 للامانه 2011 كي تحلت الانترنت على التوانسه لعبت كل فرحت، لكن وين عدى وقت معظم التوانسه، خلينا نقولوا معظم التوانسه مش الكل، معظم التوانسه عدى وقت في الفيسبوك في يوتيوب انستغرام تيك توك تو جديد هذايا، من 2011 لتوا 11 سنه. لو دخلنا عقليه الاقتصاد الرقمي وقنناه بوزاره وبرامج
ومخططات وتنفيذ و راهو مش عجب. من 2011 ل 2022 نسبة البطالة في تونس أقل من 10%، متأكد بالاقتصاد الرقمي أقل من 10%. ريت احنا توا بنسبة البطالة 18.6% تقريبا ولا 19 ولا قداش هيك، من فوق ال 10% كل يحب الاقتصاد الرقمي حقيقة حقيقة. لأن وعلى فكرة ونسبة الهجرة بتاعت التوانسة للخارج تكون أقل، لأنه كي ثم اقتصاد رقمي وثم بطالة تنقص ثم فلوس داخلة ثم فلوس في الدولة، تولي فجأة يتزادوا العطارة، يتزادوا الحماصة، يتزادوا المغازي، يتزادوا المصانع، تتزاد الفلوس، الحركية أكثر، فالأمور بصفة عامة تتحسن اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وذهنيا وسياسيا وكله على بعض. فهمت؟ أنا نشوفها فرصة، فرصة ما يلزمناش نوخروا، يلزمنا نكملوا في المطالب هذه. نحبوا الدعم، ماذا بينا الناس الكل تقف معانا، ماذا بينا يكون مطلب شعبي بشوية بشوية بالتدرج. فهمت؟ اعطينا هالكويك وين هذايا نتاع حلين البطاقات البنكيه على البلاتفورمز هذوما، ومن بعد نطالبوا انه يكونوا ثم برامج واضحه، بعد نجموا نطالبوا انه يكون ثم وزاره اقتصاد رقمي وحدها قائمه بذاتها، ما هيش لا جزء من وزاره الاقتصاد ولا جزء من وزاره التكنولوجيا، وحدها وزاره الاقتصاد الرقمي وحدها. احنا عندنا 24 وزاره، ما تحقنا عندنا 3 وزارات اقتصاد رقمي، لانه الاقتصاد الرقمي يلزمه 15.5%. ما على فهمتوا هذا ايش كان النجم يعمل. على كل احنا مديناكم بال كيما نقولوا احنا بالتلخيص نتاع النشاطات اللي عملناها من الاسبوع المقبل. ان شاء الله اي جديد نمدكم به فهمتوا، وان شاء الله مع الدعم ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله. الحقيقه انا نشكر جدا السيد الوزراء وجميع المصالح اللي دخلت واللي اتصلوا بنا، وان شاء الله نرى فعليا نتيجه في القريب العاجل. ويومكم سعيد.